طيب خلصنا موضوع بس في نهاية الكورس يعني كده أو ميكس أو فارماكو ايكونوميك أناليسيس نحكي عن الميديات أوتكمز فيرس أوتكمز. إحنا هلا دائما بنحكي زي لا الكوست افكتيفنس اناليسيز اللي هم او فارماكو ايكونوميك اناليسيز ان جنرال ان تو ميجر بوث كوست اند كونسيكونسز ان يكون في عنا ات ليست تو الترناتيفز. فاحنا لما نقول ميجر كوست اند كونسيكونسز احنا قلنا الكونسيكونسز او الاوتكمز في حاله الكوست افكتيفنس هي كلينيكال اوتكمز ان خلينا نقول تيرم اوف لها يونتس كلينيكال فاميليا للهيك providers. فإحنا usually ال outcomes هي ال بنسميها إحنا ال primary or final outcomes. إحنا لما نحكي عن two treatments مثلا for specific condition إحنا بنحكي ممكن ال outcome يكون cure the disease, eradication لل infection, stroke, MI, death, survival. هذول هم ال primary بنسميهم primary or final outcomes اللي هم clinical outcomes. هم خلينا نقول يعني لما نقول in terms of therapeutic objectives هدول هم clinical outcomes اللي احنا بيعنونا in clinical practice واللي احنا يعني هدفنا to modify ان نشتغل. لكن in some situations احنا بكون في عنا limitation بالresources بحيث انه احنا ما بنقدر لسبب معين بسبب عنا limitation معين ما بنقدر نقيس هذا primary او final outcome اللي احنا اصلا interested in. فبهاي الحالة بنحاول انه احنا to find نسميه intermediate or surrogate correlated or associated مع primary final outcome. دكتورة صوت بيقطع او surrogate usually short. الصوت بيقطع ولا بعيد؟ بيقطع يعني بزبط شوي بعدين برجع بصير يقطع. طيب هذا إيه بس خليني أشتغل بس خليكم عادية. يعطيكم العافية. الصوت هلأ أوضح؟ أوضح الصوت؟ دكتورة أوضح. طيب خلينا نكمل. السلايدات قدامكم. طلعت. تمام. نرجع نحكي عن ال primary or final outcomes. إحنا حكينا هي usually the outcomes of interest بال clinical research واللي أو خلينا نقول the outcomes research in general
البرايمري اور فاينل اوت كمز حكينا لايك كيور سيرفايفل ايراديكيشن اوف انفكشن ستروك ام اي، هذول اللي هم يوجوالي الاند اوت كمز اللي احنا انترستد ان بالبراكتس. لكن قلنا احيانا بيكون في عنا ليميتيشن بالريسورسز، ودائما لما نقول ريسورسز احنا عم نحكي اما عن ماني عن تايم اور ايفورت. فتايم اند ايفورت هذول هم الريسورسز، لما يكون في عندهم احيانا ليميتيشن بحيث انه احنا ما بنقدر نستنى البرايمري اوتكم لحتى انه يحصل، بدنا جواب بشكل اسرع، او انه اصلا ما عندنا ريسورسز ماني تمكننا انه احنا نستنى، او في عندنا يعني اي نوع من ليميتيشن بالريسورسز انه صعب انه نستنى. ممكن يكون الاوتكمز يعني الاوتكم هذا البرايمري اور فاينل اوتكم بده وقت اقل، يعني وقت اكثر لانه يحصل، او انه نسبة حدوثه قليلة وبالتالي بدنا سامبل كبيرة لحتى إنه إحنا نحصله. فهي كلياتها resources، خلينا نقول issues، هاي كلياتها أشياء يعني issues بتعتمد بشكل أساسي على resources، أو اللي إحنا نسميه إحنا feasibility التطبيق، سهولة التطبيق أو القدرة على التطبيق بsettings معينة. فإذا كان عنا إحنا not feasible to collect the primary outcomes because of time or monetary resources, in this case احنا بنحاول نلاقي intermediate or surrogate outcomes. usually short term outcomes بتكون اما هي بتكون labs، usually lab measures or physical measurement like او يعني measurement زي the blood pressure، vital معينة، symptoms معينة. في مشكلة، فممكن تكون زي ما قلنا لابس، ممكن تكون ميجرمنت، سيمتومز، ساينز معينه. هذول البوينت انهم المفروض يكونوا حتى نقدر نستخدمهم، تمام؟ لانه احنا هدفنا اللي هو نعمل كونكلوجن اباوت البرايمري اور فاينل اوتكمز من خلال انترميديت اور سيرجيت اوتكمز، معناته هذول الانترميديت اور سيرجيت اند بوينت شود بي اسوسييتد مع البرايمري اور فاينل اوتكمز. معنى السترينث احنا للايفالويشن بيعتمد على قديش الـ strength of association between the intermediate or surrogate outcome ومع الـ intended خلينا نقول primary or final outcome اللي we are interested in. فعشان هيك بنقول limitation of using the intermediate or surrogate outcome decrease، تمام؟ decreases as the strength of the association between the intermediate and the primary outcome increases. كلما زاد الـ strength of association بين الـ intermediate وبين الـ primary outcome of interest، ساعتها إحنا بتكون الـ strength لإلنا للـ evaluation أقوى، بصير يعني إنه more reasonable إنه إحنا نقيس هذا الـ intermediate outcome as a surrogate للـ final outcome. واضحة بـ examples. نقول مثلا systolic blood pressure هي measurement، short term measurement ما بدها وقت طويل، ممكن احنا نقيسها، تمام، as a surrogate لل occurrence of stroke. انه طبعا هذا بده يكون based on evidence انه في عنا association بين systolic blood pressure وبين occurrence of stroke in a specific population. فاحنا ما عنا resources او عنا limitation بالresources time or money لحتى انه نقيس to measure the stroke as a primary outcome. فاحنا نقيس بداله systolic blood pressure control، تمام، to make a conclusion about خلينا نقول the final outcome. The strength in using هذا the surrogate endpoint بتعتمد على the strength of association between systolic blood pressure and occurrence of stroke. لما نقيس الـ LDL as a surrogate لـ occurrence of heart attack، احنا بنعرف انه في association بين الـ LDL كلما زاد بزيد الـ occurrence للـ heart attack، الـ possibility أو الـ probability للـ heart attack، وبالتالي احنا بنقدر نستخدمه as a validated surrogate endpoint لـ الـ clinical outcome of interest اللي هو الـ heart attack. لما نقول برضو measure الـ forced expiratory volume in one second اللي احنا بنسميه FEV1، هذول اللي هم pulmonary function test، بناخذهم as a surrogate اللي هي ايش، اللي هي الاوتكمز بالازمه، فور اكزامبل اللي هي الامبروفمنت ان بريثنج او الكنترول بالازمه. ف يعني ممكن ناخذ ال FEV1 والبالمونري فانكشن تيست ان جنرال as a surrogate، خلينا نقول لهذا الكلينيكال اوتكم. فإحنا usually زي ما قلنا surrogate إما بتكون lab test أو إنها بتكون measurement، وهي usually short term outcomes نسميها intermediate or surrogate. لما نقول الـ HIV viral load
تمام، ممكن ناخده as a surrogate لل occurrence of AIDS as a diagnosis، أو اللي إحنا بنسميه ال irreversible morbidity and mortality associated مع الايدز. احنا نعرف لما يصل viral load لحد معين ندخل بما يسمى اللي هي acquired immune deficiency syndrome. فاحنا ممكن نقيس هذا viral load as indicator او as intermediate أو خلينا نقول intermediate outcome or surrogate outcome اللي هي intended clinical outcome. For example اذا انا عم بحكي عن anti-cancer treatment، انا ممكن اقيس shrinkage بالكانسر مثلا after treatment، مثلا after treatment معين chemotherapy or something، بنقيس قديش صار عندنا shrinkage بالكانسر من خلال ايش الراديوغرافيك خلينا نقول measurement. فاحنا ممكن نقيس قديش صار في shrinkage، فهذا اللابس اللي احنا اخذناه ممكن نعتبره تمام، هذا ممكن ناخده as indicator or intermediate ل survival surrogate ل survival بالكانسر، بحيث انه كان كل ما كان فينا شرينكج اكثر ممكن انه نربطه مع السرفايفل لهذا الكانسر. فبهاي الحاله الشرينكج بالكانسر ممكن نعتبره ايش، او الراديوغرافيك خلينا نقول ايمجينج لهذا الكانسر ممكن نستخدمه تو ميجر الشرينكج، وبالتالي نعتبره از سيرجيت اور انترميديت اوتكم اللي هو الكلينيكال اوتكم بهاي الحاله بالكانسر هو السرفايفل. واضح؟ طيب نحكي على السريع عن efficacy والإفكتيفنس. الإفكاسي والإفكتيفنس يعني هم not synonymous، إحنا هم مش exactly the same، لكن يعني أحيانا بنشوفهم إنه بيستخدموا بدون تمييز، لكن فعليا هم not synonymous. في difference between efficacy and effectiveness. The main difference إنه الإفكاسي تقاس under ideal conditions usually in randomized clinical trials. لما أنا بحكي إنه في عندي RCT اللي randomized clinical trial وعم بقيس outcome، لأنه ال settings والظروف ال conditions بي randomized clinical trial بتكون highly controlled. أول إشي participants selected بطريقة معينة، إنه ما فيش عنا extremes أو البيدياتريكس، هدول لا جرياتريك كتير، وما في عنا كتير comorbid conditions، لأنه في عنده selected cancers معينة بيستبعدوها، لعندهم multi comorbid conditions برضو بيستبعدوهم. بتابعوا البارتيسيبنت بالكلينيكال ترايلز، بتاكدوا من الادهيرنس، في كثير يعني تايت كونديشنز، وبالتالي الاوتكمز اللي احنا بنقيسها بالكلينيكال ترايل يوجوالي بتعكس لنا اللي هي ايديال خلينا نقول كونديشنز، يعني هاي الاوتكمز بتكون اندر ايديال كونديشنز. وطبعا هاي احنا بنعرف انها بتفرق عن الريال لايف. ريال لايف لما الدواء ابروفد وموجود بالماركت بيستخدموه كل الناس باعمار مختلفه، عندهم موربيديتيز مختلفه، وما في حدا يتابعهم، ما في كونديشنز معينه انه احنا بروتوكولز معينه نتابعهم عليها نتاكد من الادهيرنس، وبالتالي الاوتكمز اندر ريال لايف كونديشنز نتوقع انها تختلف نوعا ما عن الاوتكمز، او ممكن تكون مختلفه عن الاوتكمز اندر ايديال كونديشنز. فلما احنا نقول عم نقيس الاوتكمز اندر ريال لايف كونديشنز او ريال وورلد براكتس، هذا احنا بنسميه effectiveness. لكن لما احنا عم نقيسه اندر ايديال كونديشنز، هذا efficacy usually be randomized clinical trials، واللي هي اصلا الجولد ستاندرد تمام to establish if a drug can work under ideal conditions. هدف الكلينيكال ترايلز usually انه تجاوب على هذا السؤال، under ideal conditions لو توفرت كل ظروف الايديال، هل هذا الدواء بيشتغل بحقق الاوتكم اللي احنا بدنا اياه؟ usually بتكون طبعا هاي الار سي تيز مطلوبه required by the FDA before approving the drug to be in the market. هلا بعديها هاي الراندومايزد كلينيكال ترايلز بياخذ الاف دي اي approval، يصير عنا الدواء بالماركت، وبعدين الاوتكمز لما يكون الدواء بالماركت يوجوالي هي بتكون under real world practice ومسميها effectiveness. فإحنا ليه عم نحكي هيك؟ أنا بنحكي عن cost effectiveness analysis، يعني just to be accurate، أنت إذا عم تاخد الاوتكمز لإلك اللي عم بتقيسها من خلال randomized clinical trial، أنت عم تحكي عن efficacy. To be more accurate you should say cost efficacy analysis. طبعا هذا الغالبيه اخر
بعتذر منكم بس لأنه فصل الجهاز. بس خلينا نكمل. زي ما قلنا إحنا أغلب الكوست إفكتيفنس أناليسيس بتاخد الأوتكمز يوجوالي أو بتكون أصلاً هي كوندكتد ألونج وذ كلينيكال تريلز. بحالة زي هيك المفروض إنها should be referred to as cost efficacy analysis and not cost effectiveness analysis. لكن إحنا بس بهمنا يعني at this point إنه نميز إنه الأوتكمز هي efficacy outcomes ولا effectiveness outcomes. عشان نلخص efficacy اللي هي تقاس بالكلينيكال تريلز under خلينا نقول ideal conditions. لكن إذا كانت real world practice البارتيسيمات ما في عنده exclusion criteria كتير وموجودين يعني خلينا نقول بغطي representative للpopulation واندر عن جد real world practice ساعتها بنسميها effectiveness outcomes. ف overall ال RCT should be used with caution in pharmacoeconomic analysis. ليش with caution؟ لأنه again حكينا إنه ال outcomes اللي فيها هي efficacy outcomes ما يعني أحيانا ما بتعكس ال real world practice اللي هو إحنا بهمنا أكتر. طيب في حدا عنده أي سؤال على ال cost effectiveness analysis؟ دكتورة السلايدات مش موجودات لما رجعتي. هلا اوكي هم اخر سلايد مش مشكله كان معروض قبل شوي هلا رح نعرض شيء جديد ان شاء الله. طيب بس بدنا نبلش نعطيكم انترودكشن عن ال سوري عن ال كوست يوتيليتي اناليسز. فاحنا زي ما حكينا بالكوست افكتيفنس اناليسس نراجع معلوماتنا فيه از خلينا نقول هيك بس جست ريفرش. الكوست افكتيفنس اناليسس ميجر بوث ميجر ايدنتيفاي ميجر اند كومبير بوث كوست اند كونسيكوينسز. الكونسيكوينسز كانت كلينيكال اوت كامز ان تيرم اوف ثيرابيوتيك اوبجكتيفز. طيب حكينا الليميتيشن حكينا الكوست افكتيفنس اناليسس هو كان الموست كومونلي خلينا نقول the most common pharmacoeconomic evaluation in the literature. بس حكينا عن limitation واحد بالcost أو أهم limitation بالcost effectiveness analysis إنه قلنا the outcomes حتى يعني to compare okay to be able to use or to conduct cost effectiveness analysis the outcomes should be measured in the same clinical units. حكينا إحنا ما نقدر نقارن treatment ل treatments ل different diseases لأنه the outcomes رح تكون مختلفة. وحكينا إنه حتى لو كان the outcome أو نحكي عن treatments لنفس disease تمام إذا كان في عنا more than one outcome of interest ساعتها إحنا ما بنقدر برضو نعمل one cost effectiveness analysis بشمل لنا كل هدول the outcomes. حكينا ممكن يكون عنا more than one effectiveness outcomes ممكن يكون في عنا effectiveness and safety outcomes. في هاي الحالة إحنا بحاجة إحنا نضطر إن نعمل multiple cost effectiveness analysis ونحسب multiple cost effectiveness ratios. وكل ما زاد طبعا عنا the cost effectiveness ratios ل to answer خلينا نقول one question اللي هي which treatment is preferred رح نكون عنا المهمة أصعب على the decision maker. ف الكوست يوتيليتي اناليسيس يعني نوعا ما بحل لنا هاي المشكله لانه بالكوست يوتيليتي اناليسيس زي ما حنشوف هو able to collapse all outcomes تمام in one outcome اللي هو الموست كومنلي اللي هو quality adjusted life years. فحتى some consider الكوست يوتيليتي اناليسيس a subset of cost effectiveness analysis. ليه؟ لان بنطبق عليها كل الشروط للكوست effectiveness analysis فعليا لأنه الأوتكم كلينيكال. لما نقول إحنا quality adjusted life year هي life years إحنا بنحكي عن survivals. quality adjusted هي يعني يعني هي clinical يعني هو واحدة من clinical outcomes إحنا بنسميها أكثر humanistic outcomes لأنه مندخل عليها survival مندخل عليها quality of life. منقول إنه لما إحنا نعمل cost utility analysis لـ two options أو two treatments الـ outcomes فيهم رح يكون measured in the same units. رح نحول كل الـ outcomes لـ treatment A لـ quality adjusted life years for example وكل الـ outcomes لـ treatment B رح نحولها لـ quality adjusted life years. وبالتالي بالنهاية أنا عندي صار same unit. عشان هيك في البعض بيقول هي فعليا a subset of cost effectiveness analysis ينطبق عليها كل ما ينطبق على الكوست افكتيفنس اناليسز من حساب الايسر من الانتربريتيشن للايسر كلها تو اكزاكتلي ذا سيم. الفرق الوحيد الاوتكمز هلا هي صارت عندنا كلينيكال اوتكمز ان تيرم اوف سيرفايفل ومدخلين عليها كل كلينيكال اوتكمز ان تيرم اوف كواليتي اوف لايف.
فعشان هيك احنا بنسميها quality adjusted. يعني احنا عم نحكي اوكي قديش عاش البيشنت هذا الاوتكم له، قديش عاش وقديش الكواليتي اوف لايف له خلال السنوات اللي عاشها. فبنحسب ما يسمى بالكواليتي adjusted life years، او حسب احنا يعني شو اليونت، لكن most commonly اللي هي ايش most commonly used اللي هي quality adjusted life year، وهي فعليا special type خلينا نقول في clinical outcomes، لكن دخلنا عليه ايش اللي هو quality of life او ما يسمى بالhumanistic outcomes. فال cost utility analysis take patient preferences اللي هي utilities او quality of life. فهي ادفانتج للكوست يوتيليتي اناليسيس انها ما مش بس معنيه بالكلينيكال اوتكم، عم بتقولي ام اي، عم بتقولي سيرفايفل، عم بتقولي ديكريز ان بلاد بريشر، عم بتقولي ديكريز ان ال دي ال، لا هلا بالاضافه لهدول كلياتهم او هدول نفسهم احنا بنشوف الامباكت لهم على الكواليتي اوف لايف ومندخله على الاوتكم ان تيرم اوف يوتيليتيز. فاليوم راح نتعرف على ايش هي اليوتيليتي. اليوتيليتي للبيشنت هي عباره عن ميجرمنت بتعبر لنا عن الكواليتي اوف لايف، يوجوالي فروم 0 تو 1. 0 ديث، ما في عندي انا ابدا كواليتي اوف لايف، اسوء كواليتي اوف لايف ممكن اللي هي 0 ديث، 1 اللي هي بيرفكت كواليتي اوف لايف. فهي اليوتيليتيز كالكوليتد بيست اون بيشنت بريفرنسز. فهي ادفانتج الكوست يوتيليتي اناليسيس انه بدخل البيشنت بريفرنسز. لما كنا نحكي على الكوست افكتيفنس اناليسيس ما كنا نحكي عن الكواليتي اوف لايف ولا على البيشنت بريفرنسز، كنا نحكي عن كلينيكال ميجرمنت، اوكي قديش سيرفايفل، قديش صار في عندنا دروب ان بلاد بريشر، قديش صار في عندنا كيور، تمام. عم نحكي عن كلينيكال اوتكمز، لكن هلا بالكوست يوتيليتي اناليسيس احنا عم ندخل عليها اللي البيشنت بريفرنسز. ف تيك بيشنت بريفرنسز انتو اكاونت وان ميجرينج الهيث كونسيكونسز. حكينا هذا الفرق بين الكوست يوتيليتي اناليسيس وبين الكوست افكتيفنس اناليسيس. The most common outcome unit used in cost utility analysis هو الكواليتي adjusted life year. Again ايش هي الكواليتي adjusted life year؟ احنا عم نحكي عن life years of survival لكنها quality adjusted، بمعنى انه دخلنا عليه ايش ال quality of life. ففعليا هي incorporate both the quality and the quantity. بنقول quantity احنا عم نحكي عن survival، عدد السنوات المدة الزمنية واللي ايش بتحكم فيها المورتاليتي. فعليا المورتاليتي لان هي اللي بتنهي ال quantity، تحدد ال quantity. بالإضافة للكوانتيتي إحنا إيش برضو الكواليتي. إذا الكواليتي أوف لايف، الكواليتي بتعكس كل الموربيديتي. كيف يعني؟ أنت عن بيشنت ماشي على تريتمنت معين، كل الأوتكمز اللي عنده تمام ممكن يعني إحنا نلخصها بالكواليتي أوف لايف. عم تحكي عن more than one outcome of interest، تمام. عم تحكي عن أكثر من effectiveness outcomes، كلياتهم نعملهم translations in terms of quality of life. لما نيجي نحكي على عنده effectiveness outcomes وعنده safety outcomes، adverse event whatever، مع انهم safety outcomes effectiveness outcomes كلهم نقدر نلخصهم من خلال their impact on morbidity اللي هي the impact in quality of life، طبعا from the point of view of the patients. اوكي انا في عندي تحسن بصحتي وفي عندي adverse effect، كلياتهم مع بعض كيف شايف تأثيرهم على quality of life؟ زي ما قلنا take an account اللي هي patient preferences. فالother outcome units حكينا most commonly used by cost utility analysis هي quality adjusted life years، لكن ممكن نلاقي مثلا quality adjusted life months. إذا عم نحكي عن يعني مستوى months، تمام، يعني هي نفس الايديا. in fact بيحكي عن quantity بس in term of months، والquality هي اللي هي quality of life. And ممكن في يعني healthy year equivalents، إنه قديش عندك السنواتك هاي قديش بتعادل بالhealthy years، فهي تقريبا يعني نفس الidea إحنا عم نحكي عنها، لكن most commonly used هي إحنا أكتر شيء بتهمنا quality adjusted life years. فبس لنلخص ال advantages بالcost utility analysis إنه we can measure different types of health outcomes for different diseases، وحتى لو كان لنفس الديزيز with multiple outcomes of interest هدول كلياتهم كان بي compared. ليه؟ لأنه كلياتهم راح يتلخصوا in one common unit اللي quality adjusted life year. وحكينا هاي الكواليتي اللي cost utility analysis
هيك بكون حل الديس ادفانتج اللي موجوده بالكوس افكتيفنس اناليسيس. هلا ممكن نقارن لديفرنت ديزيزز، نعم نقدر نقارن لديفرنت ديزيزز، يعني تريتمنت لديابيتس اقارنه مع تريتمنت لازمه، اه بقدر ليه، لانه هذه لها كوست وهي لها كوست وهي لها كونسيكونسز وهي لها كونسيكونسز. انا كونسيكونسز للتريتمنت تبع الازمه راح احولها لكواليتي ادجستد لايف ييرز، وتبع الديابيتس راح احولها لكواليتي ادجستد لايف ييرز. اذا انا بقدر احسب الانكريمنتال cost effectiveness ratio، يا بقدر اللي هي incremental cost divided على incremental ايش effectiveness، هون بهاي الحالة اللي هي ايش difference in quality adjusted life years راح تكون. فنفس الinterpretation بس راح يكون الoutcome عنا in term of quality adjusted life years. اذا احنا هلا بال cost utility analysis احنا more flexible، ممكن نقارن treatment ل different diseases، ممكن نقارن treatments لنفس الديزيز لكن إله different أو more than one outcome of interest، سواء بنحكي عن effectiveness or safety outcomes. فهذا كلياته advantage لل cost utility analysis. طبعا cost utility analysis زي ما حكينا incorporates morbidity and mortality into one common unit without estimating the mortality value. هذا حنحكي عنه later on بال cost benefit analysis. ال cost benefit analysis بيحول لنا كل ال outcomes ل monetary value، بساعتها بنقدر نقارن different diseases لأنه صارت برضو الـ outcomes يعني بنفس الـ unit. لكن فعلياً إحنا بنعرف advantage إنه إحنا نقدر نلخص الـ outcomes بـ unit غير الـ monetary، في حالة إنه إحنا عم نحكي عن medical sciences أو healthcare sciences. إحنا هاي advantage إنه أنا أقدر أقارن لـ different diseases وأقدر أقارن خلينا نقول يعني to evaluate multiple outcomes، لكن نخليها اليونت سبيشال تايب اوف كلينيكال يونيتس، ما نبعد كثير بالكوست بنفيت اناليسز، كثير بعدوا يعني حولونا اوتكمز لمونيتري. هذا احنا بعيد عن البراكتس تبعنا، احنا دائما بنحكي عن يعني هيومانيتي وبنحكي عن هيومانيستيك اوتكمز. ف بالكوست يوتيليتي اناليسز ستيل زي ما قلنا قبل شوي يعني عم نحكي احنا عن سبيشال تايب اوف كلينيكال اوتكمز اللي هو ايش كواليتي ادجستد. فهي برضو advantage إنه incorporate morbidity and mortality different outcomes without estimating أو اللي هي المونيتري فاليو لإلها، خليها special type of clinical واللي بيعنينا إحنا ك healthcare providers. disadvantage زي ما قلنا إحنا ال cost utility analysis بتدخل لنا اللي هي patient preferences أو utilities حكينا عنها، اللي هي quality اللي هي measurements لا ال quality of life. هلا هون بس ال disadvantage في حالة ال cost utility analysis إنه it is difficult to determine an accurate utility or quality adjusted life. ليه؟ لأنه هاي ما بقدر أخذ عينة من الدم وأقيسها بطريقة objective أحسب ال quality of life، لا أنا بدي ألجأ لل preferences لل patient وهذا الموضوع subjective، وفي عنا more than one method to measure the utility or quality of life. ودائما لما يكون في عنا more one more than one method راح يكون في عنا variability، ما صعب انك انت تحدد accurate utility. لما اقول عن quality of life مش زي لما اقول انا بدي اقيس blood pressure او the cure، هذول subjective وواضحين، sorry objective measurements وواضحين، لكن هون انا عم بحكي عن شيء subjective اللي هي quality of life. زي ما قلنا هي بتعتمد الـ main outcome بالـ cost utility analysis بيعتمد على الـ patient preferences والـ quality of life as seen by the patients themselves. فيعني أو خليني بديش أقول by the patient themselves، خليني أقول by the subject اللي أنا بدي أقيس من الـ utility، لأنه بحكي لقدام إحنا الـ utility ممكن نقيسها من الـ patient، ممكن نقيسها من الـ healthcare provider، ممكن family members، ممكن واحد من الـ society. هنحكي in depth عن methodology to measure quality of life إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. لهذا السبب publications اللي using cost utility analysis are still less common than the cost effectiveness analysis. Again لأنه the outcomes في حالة cost effectiveness analysis already available بال literature clinical جاهزين يعني measured in practice and in clinical studies. حكينا أسهل و accurate more accurate than اللي هي the quality of life. فالكواليتي اوف لايف فعليا بدها شغل اكثر. طيب انا بدي اوقف هون، احنا اخذنا هيك انتدكشن سريع عن الكوست يوتيليتي اناليسيس. بدنا هلا نحكي عن الكويز على السريع لانه اجاني كثير اسئله على الكويز. يعني بس انهي التسجيل.